السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. كتب قصيدة الفنان الكبير من زيدان في عنوان رسالة لصديق المسافر: أتذكر يا صاحبي يوم افترشنا زاوية من الدرب ونحن ننفث دخان لفافتنا الأولى ونرسم للمستقبل لوحة من أمول، يومها كنا على ثقة أننا سنهزم الغداء وأننا سنقارع إعداء أحلامنا بسيوف من أمل. أتذكر يا صديقي الشراقة عيوننا وخفق قلبينا، كنا نستجدي العمر أن يهرول سريعا كي نصبح رجلين بقلبين من فضة. مر وقت طويل ونحن نرقب الغد بزوادة من شغف لا ينضب، مضت الأيام على دروبها الوعر تاء مربوطة وطوت اللحظات ويافطات الحلم، ولكنها في لحظة حمقى أسلكت دربا لا نشتهيه. كنا نحاول إيقاف جنونها ولم نفلح، حتى أضحت لا تشبه ما حلمنا به، وما عاد الوطن فتاة فاتنة بجدائل من سهوب وأغان، بل صار عجوزا هرمة سكنت ملامحها ندوب غائرة من الوجع. عندها خذت قرارك بالرحيل وسافرت بعيدا لا عالم آخر لترسم وطنا جديدا كما رويت لي. لازلت أذكر جيدا حين لوحت لي مودعا كم كنت صلبا، لم أفهم كيف شيعت الوطن بعينين من فولاذ وقلب من صقيع. لا أدري كيف لم يرف لك جفن وانت تودع الدروب والوجوه والذكريات. لم يمض سوى قليل من الوقت حين كتبت لي أنك وجدت وطنا صغيرا وبدأت ترسم بريشة أحلامك لوحة المتبقي من عمرك. بعد رحيلك بقيت أنا هنا مع نتف الذكريات وأصداء خطوات مشاوير طفولتنا، أصارع بحماسة خفتة أنواء الصعاب. اليوم وبعد سنوات أدركت أن كلينا كان واهما، أنت في غربتك وأنا في وطن لا يشبه ما حلمت به. الوجع واحد يا صاحبي، ولا شيء قادر على انتشالنا من قسوة اللحظة سوى وهم لامل. أيعقل أن يصير الوهم هو ضوء الحالك من الأيام؟ افتقدك يا صديقي وأنا على ثقة مطلقة أنك تفتقدني، لكن كلينا يفتقد وطنا آمنا وغدا أفضل.